الولايات المتحدة فقدت نحو 40% من مستعمرات النحل في عام، ما يهدد لقاحات متعلقة بمحاصيل أخرى تقدر ب 15 مليار دولار. هذا ما كشفت عنه دراسة استقصائية لجامعة ماريلاند التي وصفت الشتاء الماضي بالأسوأ في 13 عاما، وتهدد ما تقول إنه ثروة النحل في البلاد. اعتمدت بيانات الدراسة على 4700 مربى نحل في 50 ولاية أمريكية، والتي أشار أغلبها إلى فقدان 4 من كل 10 مستعمرات نحل عسل على مدار العام الماضي. وتؤكد الدراسة أنها توقعت تراجعا في أعداد النحل بنسبة 38% بسبب المبيدات والتغيرات المناخية، لكن النسبة ارتفعت لتصل ل 40%، وهو جرس إنذار لأن عسل النحل يستخدم في لقاحات لزراعات أخرى، كما أنه يستخدم في صناعات كبيرة كالأدوية